والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن بين تتلو علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، قارئ بالدول العربية الإسلامية والمقيم بمتناجي مركز ميرد غمري محافظة القهوية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضرتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم
فتعالى الله الملك. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا وقرب في الروح
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والقمر إذا تلاها
والشمس وضحاها
والأرض وما طحاها ونفس وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله يفتح عليك.
ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو
تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن شانئك هو الأبتر. لا لا إله إلا الله. يا سلام يا سلام والله أكبر
الله فصل لربك وانحر. إن شانئك هو صلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.